كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سيد مدير الكرة في النادي، النهاردة كان له جلسة مع الجهاز الإداري بيرتب لرحلة الفريق للمغرب استعدادا لمواجهة الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. طبعا كابتن سيد النهاردة كانت الجلسة دي مع سمير عدلي المدير الإداري عشان يطمن على كافة إجراءات السفر وأي ترتيبات خاصة بوصول البعثة إن شاء الله قبل ما تواجه المهمة وتتوجه بعثة الأهلي إن شاء الله للمغرب يوم الثلاث اللي جاي. وفق ما أعلنه كابتن سيد إلى الآن إنه خلاص الفريق هيخوض مباراة بيراميدز يوم الحد اللي جاي في طبعا الدوري، بس علشان نطمن اكتر على التفاصيل ونطمن على عايزين نطمن معانا سيادة السفير. معانا دلوقتي سيادة السفير على التليفون، سفيرنا لدى المغرب اشرف ابراهيم. اهلا بك سيادة السفير. اهلا بيك واهلا وسهلا واهلا بمتحدين. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، منورنا في البيت الكبير وقناه النادي الاهلي. وسياده السفير دايما حضرتك متعود دايما يعني الترتيبات والاجراءات وبرنامج اللي حضرتك في كل الفرق مصر مش النادي الاهلي بس، انك بتحضر بشكل كويس جدا لاقامات اي بعثه على مستوى الرياضه بتكون موجوده في المغرب، بتحضر لها بشكل كويس علشان يعني يأدوا كمان بشكل جيد. عايزين نعرف من حضرتك الترتيبات الاخيره، وحضرتك متواصل بشكل كبير مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، ايه الترتيبات الاخيره؟ وصلتوا في ايه في الترتيبات لاستقبال بعثه النادي الاهلي ان شاء الله لمباراه الوداد؟ طبعا اولا يعني بالنسبه للجمهور ده هو دورنا طبعا بتاعت اي فرقه مصريه هي مسؤوليتنا، وطبعا دورنا ان احنا نسهل مهمتها سواء في الاستقبال سواء تسهيل مهمتها. طبعا احنا دايما بنسعد باي فرقه مصريه موجوده سواء كانت فرق قوميه او فرق زي الاهلي والزمالك وبيراميدز وغيره، لانه طبعا بنحس يعني احنا بنكون بواجبنا مع كاس بلدنا. اما بالنسبه للترتيبات الاخيره وفعلا في تواصل مع الكابتن سمير عدلي والكابتن سيد عبد الحفيظ، يعني تواصل مستمر بالنسبه للترتيبات بالنسبه للوصول. طبعا اكيد انتم عارفين الاهلي ان شاء الله يوصل بطياره خاصه يوم الثلاث 13. احنا ماشيين في اجراءات طبعا عشان انت عارف طياره خاصه اللي شكلها اذن خاصه للمغرب في حاله طوارئ صحيه وبالتالي حدوده معقوله. احنا ماشيين في اجراءات الاذن للطياره وطبعا ترتيبات الاستقبال بالتنسيق مع الاتحاد المغربي مع الوداد ماشيين فيها في يعني تنسيق وتواصل مستمر مع جميع الاطراف ان شاء الله. سيادة السفير، الفترة اللي فاتت بدأت معدلات الإصابة بفيروس كورونا ترتفع قوي في المغرب بشكل كبير. أنا عايزة حضرتك بقى تطمنا على فرقتنا إن شاء الله، هل بقى في تحضيرات أو في إجراءات وقائية طبية حضراتكم استعدتوا بيها علشان يعني يتم الوقاية من فيروس كورونا في المغرب؟ لا بصي، هو طبعا المغرب بلد كبير، ويعني من بدايه ازمه كورونا المغرب واخد اجراءات يعني قويه جدا سواء من ناحيه اجراءات احترازيه في الوقايه، وبالتالي ما فيش يعني طبعا ما ينطبق على الجميع ينطبق على الاهلي وعلى الزمالك وعلى بيراميدز ان شاء الله. طبعا مطلوب من الفرقه قبل ما تيجي انها تعمل بي سي ار تكون يعني قبلها بكثير 72 ساعه. في الدخول ما فيش طبعا مشاكل غير هو البي سي ار يبقى موجود. الاجراءات الصحيه في كل الفنادق في المغرب يعني اجراءات على اعلى مستوى. طبعا الاهلي نازل في فندق هو متعود ينزل فيه فندق كبير، اجراءات يعني طبعا على اعلى مستوى زي ما قلت اجراءات احترازيه. واحنا في تنسيق حتى مع الفندق يعني مع اداره الفندق ومع يعني اللي تنزل في البعث النقاط دي متغطيه. كان دايما مهم جدا ان كمان مكان الاقامه، وده من الحاجات المهمه جدا، ويمكن كابتن سيد عبد الحفيظ او اي مدير اداري بمكان اقامه الفريق والتنسيق مع الجهات الامنيه من خلال وجود ممكن يكون الملعب قريب من الاوتيل. عايزين نعرف برضو تفاصيل اقامه اللعيبه، الاقامه هتكون شكلها ازاي والاجراءات الامنيه اللي هتتم خلال قبل طبعا المباراه وخلال المباراه وبعد المباراه يا فندم. طبعا زي ما انا قلت يمكن من شويه هو الاهلي هو متعود يمكن كتير دايما زي ما بقول الفرق بيبقى لها اماكن بتستريح
مستريح فيها، متفائل فيها، يعني بيبقى في ألفة وبينهم وبين المكان، وخاصة الأهلي مش أول مرة يلعب في المغرب أو في كازابلانكا. وبالتالي الأهلي نزل في نفس الفندق، إحنا على علاقة طيبة بإدارة الفندق، عندنا في اتصالات معاهم، الأمور ماشية كويس مع الفندق تمام. بالنسبة للإجراءات احترازية وصحية وكل يعني ما يتمناه الأهلي إن شاء الله. اما بالنسبه للاجراءات الامنيه، انت عارف المغرب بلد يعني بطيء و بلد امنه يعني طبيعي، اجراءاته الامنيه قويه واحترافيه فعلا. ما بلد امنه وكل حاجه، وطبعا المباراه كمان هتتلعب بدون جمهور، بس برضو حركه التنقلات، فتره التدريب، هل دي برضو التجهيزات بقى برضو من قبل سفارتنا يا سياده السفير؟ بالنسبه للانتقالات، انت الانتقالات طبعا بتبقى مترتبه يعني ما فيهاش مشكله خالص، والترتيبات مع الامن، دايما حراسه امنيه بتبقى مع الفريق في تحركاته كلها، سواء في عشان التدريبات، سواء طبعا يوم المباراه بالتاكيد، بالنسبه للوصول من المطار، بالنسبه للمغادره للمطار، ودي احنا يعني في تنسيق كامل مع السلطات الامنيه في المغرب وفي كازابلانكا نفسها. ان شاء الله ان شاء الله نتمنى كل حاجه تبقى تمام. واسال حضرتك، طبعا المباراه اكيد من غير جماهير احنا عارفين، لكن دايما مباراه الفرق المصريه والمنتخبات المصريه في الشمال الافريقي بيبقى مباراه حماسيه وفيها شحن معنوي كبير جدا. اعرف من حضرتك برضو الشارع الرياضي يعني ردود افعاله للمباراه ديت، وازاي مستني مباراه الوداد والاهلي؟ طبعا لا، هي بتاعت المغرب في فرقتين بيلعبوا سيمي فاينل، صحيح، وبالتالي طبعا بالتاكيد في حماسه كبيره طبعا. مع بالنسبه لمباراه الاهلي والوداد، فهو طبعا الوداد انت عارف كان بيلعب فاينل السنه اللي فاتت، وحصل مشاكل في المباراه وخسر المباراه، وبالتالي طبعا عنده حماسه كبيره للوداد، وجماهيره عندهم حماسه كبيره للمباراه دي. طبعا دايما احنا عارفين ان المباريات في شمال افريقيا بيبقى فيها حماسه كبيره طبعاً وشحن معنوي، صحيح. انما بتعدي دايما يعني بخير ان شاء الله. ان شاء الله هتعدي على خير، وان شاء الله نتمنى المباراه تخرج في اطار الرياضه واطار كره القدم، واكيد نتمنى. لا انا متاكد اكيد يعني، وعندنا ثقه كمان في حضراتكم يا سياده السفير، وان شاء الله طبعا زي ما حضرتك قلت مباراه مهمه بين فرقتين يعني من اهم الفرق الموجوده طبعاً في افريقيا، واحنا يعني ان شاء الله كلنا ثقه ان المباراه دي اولا تعدي على خير يعني بسلام، وان شاء الله الاهلي فيها يحقق الفوز باذن الله ويسعد جماهيره. احنا بنشكرك جدا جدا سياده السفير اشرف ابراهيم، سفير مصر لدى المغرب، شكرا جزيلا.